عندما كنت طفلا رضعت من امرأة غير والدتي، وبعد ما تزوجت أمرت زوجتي أن تسلم على زوج هذه المرأة التي أنا رضعت منها لأنه أصبح أبي من الرضاعة، فهل لها أن تسلم عليه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. يعني إذا كانت الرضاعة مرتبطة بحدث رضاعات في الحولين فإنك تصبح ابنا لهذه المرأة وابنا لزوجها لم ينسب إليه لبنها، وبالتالي أنه يكون أبا لك من الرضاع ويكون محرما لزوجتك كأبيك من النسب، بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جزاكم الله خيرا.